ردد وزير الصحة خالد عبد الغفار على سرعة الانتهاء من تطوير سكن الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية بكافة المحافظات. وخلال اجتماعه مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمتابعة معدلات العمل بالمشاريع الإنشائية في القطاع الصحي، أكد عبد الغفار أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يضمن العمل على تحقيق رؤية الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير أفضل الخدمات اللازمة للمواطنين. وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري العمل بها وفقا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، فضلا عن تجديده على ضرورة الالتزام بالهوية البصرية للمنشآت الصحية الجديدة.